رئيس مجمع التحرير على تحالف امريكي اغلبيته امريكي وجزء منه اماراتي. هيبقى مالتي بيربس، مالتي دايمنشن، في جزء صندوقي، جزء اداري، جزء تجاري، فهو مالتي نطلق عليه مالتي بيربس. عندنا اراضي ايضا كانت غير مستغله، ايضا هذه الاراضي بصينا على افضل استغلال لها، المنطقه ما فيهاش مدارس وبالذات مدارس الى في الطبقه المتوسطه، وبالتالي تم طرحها على القطاع الخاص يبني مدارس ويديرها القطاع الخاص. ايضا دخلنا في استثمارات مباشره، مش بس وصول غير مستغله ولكن في استثمارات مباشره. من ضمن الحاجات اللي انا زي ما كنت بقول لحضرتك بصفتي مسؤوله عن سكرتاريه لجنه الدين، زي ما كان عندنا يعني فتره طويله جدا مصر ما استثمرتش في السكه الحديد وفي مترو الانفاق، كل الكلام ده عشان كده حضرتك هتلاقوا في ضخ كبير جدا في الاستثمارات في هذا المجال، لان البابليك ترانسبورتيشن المواصلات العامه ده سلعه اساسيه للمواطنين. فكان مهم جدا ان احنا نستثمر في المواصلات العامه، فمن ضمن الاستثمارات اللي برضه السنتور السيادي بيعملها مع القطاع الخاص هو انشاء اول مصنع مصري للعربات المتحركه، هيبقى موجود في المنطقه الاقتصاديه قناه السويس، فاحنا داخلين شراكه مع المنطقه الاقتصاديه، وايضا في تحالف من اربع شركات من القطاع الخاص، ده مع مدخلين مستثمر اجنبي دخل التكنولوجيا. وليه ميزه العربيات اللي اهتمينا بالذات بهذا المجال والمجالات اللي بندخل فيها بيبقى لها اكثر من قيمه مضافه. العربيات المتحركه بتاعت القطارات اولا هي مصنع كثيف التكنولوجيا وهو كثيف العماله في نفس الوقت، هو بيشغل حاجتين، تكنولوجيا عاليه وعماله كبيره. الحاجه الثانيه انه هذا النوع من الصناعات، الصناعات المغذيه اللي اخترتمت بيه، يعني بعد ما ننشئ المصنع ده بدات اوريدي تقوم حوالين مجموعه اخرى من الصناعات المغذيه، فانا كده بخلق سلاسل للتوريد ضد هذا النوع من الصناعات، بحيث ان انا ابقى مش بس عملت هذا المصنع ولكن خلقت مجموعه اخرى من المصانع اللي هي ترتبط بقى بالصناعات المغذيه لانشاء مثل هذه العربات. شيء اخر بيقوم به الصندوق السيادي وهو الاستثمار في مجال الهيدروجين الاخضر مع التحول نحو كوب 27 ومع استضافه مصر لمؤتمر تغير المناخ، داخلين في مجموعه من المشروعات حضرتك شفتوا توقع الاتفاقيات بتاعتها مع المنطقه الاقتصاديه قناه السويس ومجموعه كبيره من التحالفات الاجنبيه. انا مش عايزه اطول، انا بس اديتكم كده فكره احنا بنعمل ايه في الوزاره، يعني ده كده كل المهام تقريبا لو نسيت حاجه. اللي عندنا المركز الديموغرافي واحنا مسؤولين عن خطه تنميه الاسره المصريه، وده مشروع موضوع محوري جدا جدا، لاول مره بيتم تناول القضيه السكانيه من منظور تنموي. كان دايما يتم تناول القضيه السكانيه منظور الصحه فقط، وهو محور واحد من محاور القضيه السكانيه. لأول مرة السيد الرئيس يؤكد أن الذي يعني ينسق لهذا المشروع هو وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فلأول مرة يتم تناول منظور ضبط معدلات القوى السكاني من منظور تنموي، وإحنا الحقيقة الخطة قايمة على محورين، محور خاص بضبط معدلات النمو السكاني، والمحور الخاص الآخر خاص بالارتقاء بخصائص السكان، فإحنا هدفنا إن أنا تقدم معدلات النمو السكاني، ولكن الهدف الثاني الاهم هو الارتقاء بخصائص السكان، فانا عايزه كل طفل يجي يبقى عنده صحته كويسه، يبقى عنده فرصه تعليم جيد، يبقى انتاجيته كويسه، يبقى فرد يساهم بشكل جيد في المجتمع. يعني ده كده ببساطه احنا بنعمل ايه في الوزاره.